ما عندناش مشكل مع المعدة، عندنا مشكل مع المخ. يسحب الأكل لا يفكر في الأكل، لأن طبعا منذ أن يستيقظ الشخص ويفكر في الأكل، لأنه استيقظ لازم يأكل. وجبة اسمها الفطور، ليس هناك وجبة اسمها الفطور، هناك صلاة الصبح، ثم إذا أحس بالأكل فليأكل، إذا بالجوع. إذا لم يحس بالجوع كفى، جيد، يمشي للعمل. هناك بعض زملاء معي في العمل، من يعني قبل أن ندخل إلى الاستوديو قالوا لي بأن كيلي ما كيفطرش. جيد جيد، هذا أنعم الله عليه. أنا شوف، باش نفسر للناس هذه الفطرة وهذه الأشياء اللي جعلها الله في الجسم. الطب لا يتحكم في الجسم، يتحكم فيه صاحب الخلق سبحانه وتعالى. سبحانه. شوف المرأة اللي كتكون توحم في الأشهر الأولى، أنها الله كيصرف لها عقلها بعد المنتوجات كتشهاها. بغات مثلا برقوق حال ولا مشماش، ولا بغات مثلا حاشية هكذا. ثم رد البال، مش لأنها تشهات هذه الأشياء كتوحم، كيقولون حكي كتوحم على هذا الشيء. معنى كتوحم، أنا تريده بقوة، هذا هو كلمة وحم، ماشي أي تريده فقط. فمن اللي كيجيبوه لهذا الشخص؟ ربما ما تاكلوش، ربما غير يحطوه لها تقول لي ما بغيتوش هذا. فهذه فطرة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه المرأة أثناء الوحم. فيجب على الشخص إذا لم يحب شيء فلا يأكله، إذا أحب شيئا فليأكل، لأن فطرة داخل. ربما غنخصوا حلقة لهذا المشكل ديال الفطرة، القضية الفطرة، يعني فطرة الله التي فطر الناس عليها، والله سبحانه وتعالى فطر الجسم على فطرة يجب أن يتبعها. وهذه الأشياء الآلي ما تنبهوش لها في العلوم، مازال ما تنبهتش الأشياء هذه، مازال العلوم مازال متأخرة في هذا الميدان هذا. فهذا الشخص اللي ما كيجيش الشهية الصباح جيد، نعم اللي يحس بالجوع يأكل، مش بالضرورة يفطر مع ستة ولا مع 8 ولا دائما كنسمعوا حنا داك وجبه الفطور مهمه، ليس نعم مهمه جدا، ولكن ليست ضروريه الى ما الى ما الى ما كنتش محتاجها. فالى حسب الجوع ياكل، وياكل اشياء جيده. البروتينات كيتكالوا في الصباح، ما كيتكالوش مع 12 في العزيز. البروتينات البيض مسلوق والقطاني والاشياء كتكال الصباح، لماذا؟ لانك تكون المعده فارغه وكتكون مستريحه، وتكون الانزيمات قويين، لان اوج الوقت ديال الانزيمات هو ملي كيصلي الشخص صلاه الصبح، كيبداو الانزيمات، يعني بعد صلاه الصبح حتى الفطور غتكون واحد ساعتين تقريبا، كيكونوا الانزيمات مشتعله، انزيمات يعني مشتعله. ياكل التمر، ياكل التمر، ياكل زيت الزيتون، ياكل الفواكه الجافه مثل اللوز والقرقع والمسائل هذه، ياكل بيض مسلوق، ياكل يعني هذا القطاني بحال البيصاره ديال الفول ولا اشياء، ياكلها الخبز الحساء، اي شيء ممكن ياكله في الصباح. في الغداء الناس اللي خدامين وعندهم توقيت مستمر، من الاحسن يشربوا الماء وياخذوا فواكه فقط. نعم، ماء، اكرر، ماء وفواكه. ملي يرجعوا في المساء ممكن ياكلوا شربها ولا يعملوا اي شيء، يعني حتى سمك، حتى ماء، ليس هناك اي مشكل. ولكن يبقى العامل الاساسي هو عامل نفسي. الناس يسحبوا الاكل من الذهن ديالهم، يسحبوا الاكل من الفكر ديالهم. اذا دكتور لو سمحتي غناخذوا اولى المكالمات في هذا اللقاء. الو، السلام عليكم. السلام. الاسم الكريم؟ مجدوب رشيد. اهلا سي رشيد، من اي مدينه؟ من مدينه فاس. تفضل سي رشيد، من مدينه فاس. الدكتور الفايت، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجازيك بخير. بغيت نسول على المواعيد المناسبه للوجبات، واش يوم يعني مواعيد ثابته ولا كتمشي على حسب جسم الانسان؟ نعم. ثم ثانيا، بعض المشروبات اللي كنتناولوها احنا مغاربه، ف الشاي والقهوه اثناء بعد بين الوجبات، هذه المشروبات واش مؤثره على الصحه وشنو الفائده ديالها الى اخره؟ ثم تناول الماء او شرب الماء وسط الوجبه ولا قبل او بعدها؟ او بعدها. ثم ثاني السؤال الرابع اذا كان ممكن، تفضل. وشنو هي الوقت المناسب لاكل الفواكه؟ جيد، جزاك الله خير. شكرا سي رشيد، جزاكم الله خير. نعم، عليا هذه الحلقة هذه غير كننظموا فيها أفكار اللي كنا تكلمنا عليها بتدقيق في حلقات سابقة. نعم، كنا تكلمنا على أشياء كثيرة من هذه. فأنا يعني التعامل مع هذه الوجبات أو هذا الدليل هذه الوجبات هي كما قلت، إذا كانت نفسية يكون أحسن، ما تكونش وقتية، تكون نفسية. معنى نفسية أن ذاك الوقت اللي يحب الشخص أن يأكل فيه أو يحس بالجوع يكون أحسن. لماذا؟ لكي يكون الجسم دياله متأهب ومستعد يستقبل هذه الأغذية. أما لأن هذا الشخص هذا يوجد ضمن جماعة ديال الأصدقاء ولا ديال العائلة ديالو، لأن الأكل تحطه خصو ياكل، هذا خطأ، هذا خطأ. يعني طبعا ملي كيكون الضيف يحل ضيف أو أشياء، عندنا في الأدب الإسلامي ديالنا أن هذا الضيف كنعطيه قراء، معنى قراء بسيط،
يكون شاي يكون فواكه يكون تمر يكون اشياء بسيطه. علي العرب كانوا كيستقبلوا الناس بالتمر والحليب، هو احسن شيء. لماذا احسن شيء؟ لماذا؟ لان التمر فيه مهدئات للاعصاب، وهذاك المسافر كيكون متعب كيعطيو التمر والحليب، والتمر اذا اجتمع مع الحليب ما كيضروش. ربما كاين الناس كيضروا الرمح ولكن يجتمعوا مع التمر ما كيضرهمش. فهذه ثم كنستقبلوا كذلك بقير الضيف والشاي، كنستقبلوا بفواكه، كنستقبلوا باي شيء بسيط ملي كيوصل للشخص. ثم بعد وقت ربما تكون وجبه، نعم هذا اكرام الضيف، هذا يخرج من الاطار الغذائي الاعتيادي ديال كل يوم. نحن ما كنتكلموش على المناسبات. بالنسبه للتوقيت يا اخي، احنا كنتكلموا كنركزوا على هذه الاشياء هذه. نعم الى الانسان فاق الصباح وبغى يفطر لا حرج لما لا، ولكن مش هذا الشخص هذا يلزم على نفسه ويكون انه خصو يفطر وانه خصو ياخذ بعض المنتوجات. يعني كاين اشخاص يقول لك لا انا الصباح لازم ناخذ مثلا واحد النوع ديال الجبن لانه كيقوي. هذا خطا، هذا خطا. ممكن هذا الشخص ياخذ غير كاس ديال الماء دافي ويحس على احسن ما يرى، ما عندوش مشكل. اذا احس بالجوع نعم ياكله. شوف من قبل المغاربه كيفاش كانوا كيعيشوا، كانوا كيفيقوا في الصباح كيمشي للعمل. لماذا؟ لانه ساحب الاكل من الفكر ديالو، الجهاز العصبي ديالو ما فيش اكل. كيمشي للعمل كيدي معاه الاكل، ولا كتجيب ليه الزوجه ديالو الماكله حتى الحقل. كانوا الفلاحه كيمشيو مع الصباح ما كيفطروش، اللي قال الفلاحه كانوا كيفطروا كذب. كانوا كيفيقوا يمشيو للحقول، اما تجيب ليه الزوجه ديالو ولا ابنه، ولا كان بعيد كيدي معاه الاكل ديالو حتى التسعود ولا العشره يحس بالجوع ويكون عميل وعيا وكذا وحس بالجوع تياكل. ثم طبعا غادي يخدم وغادي يهضم الاثنين. ثم ما كانش الغداء عند المغاربه ابدا، كانت القيلوله ملي كيرجعوا مع الوحده مع الظهر كيرجعوا كيرتاحوا. بعد اولا كاين راحه، كيشربوا ماء، كيشربوا شيء، ثم كياكلوا ما تيسر. هكذا كان يعيش الناس. طبعا في هذا العصر هذا كانت الامراض قليله جدا، نادره. ثم الان كيشوفوا الناس الفرق ما بين هذا العصر هذا والعصر الاخر. بالنسبه للسائل الكريم حول يعني تساؤلات كلها في محلها، يعني هذه كما قلت يعني احنا كننظموا الافكار ديال بعض الحلقات اللي عمرها الاشياء كلها تكلمنا عليها، ان من الاحسن ان لا يشرب الماء اثناء الوجبه. من الاحسن ان يشرب الماء بعيدا عن الوجبه، يعني ساعه ولا اكثر من بعد الوجبه غادي الجسم غادي يحتاج الماء هذيك الساعه، لانه اذا اخذ الماء وسط الاكل، الماء اثقل من الاكل، الماء كيمشي لاسفل المعده وكتطلع الماكله الفوق. هو اللي غادي نرجعوا للحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث الثلث، فكيحس الانسان بالمعده ديالو شويه مزيره، يعني امتلات، ما التنفس ديالو غادي يكون شويه ضيق. فمن الاحسن ما يشربش الماء على الاقل ذاك الثلث الماء، يعني تبعنا الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، على الاقل ديك المكان اللي غادي يحل فيه ما يكونش وتبقى المعده مرخيه شويه باش يمكن لها تهضم، لان المعده لا تجبد يعني ما بين لا غروند كوربير ولا بيتيت كوربير، المعده باش تدور باش يعني تعصر هذيك الاكل ما غاداش تقدر تهضم. لذلك لاحظوا الناس في رمضان انهم كياكلوا بالزربه وكل شيء في خطره، يعني بسرعه اكل بسرعه ثم كل شيء في نفس الوقت، كيلاحظوا على ان المعده تتكون ما شاء الله يعني ليست على احسن ما يرام. بالنسبه للشاي او بعض المشروبات البسيطه بعد الوجبات، نعم جيد، نعم. ما كاينش مشكل. اللي بغى يشرب قهوه تكون حبوب ديال القهوه، القهوه هي نبات يعني خلقه الله توا يمكن يشرب، ولا يعني بعد الاكل الحبوب ديال القهوه مطحونين الى غلاهم الشخص وخذا شي قهوه مزيانه. نعم. لما لا شاي، نعم، واي حتى العصير حتى الماء، واحسن شيء بعد الوجبات هو الماء. ولكن اللي بغى يشرب الشاي ولا مشروبات اخرى لا باس، لانها ليست مغذيه. نعم. كيف ما كان الحال ليست مغذيه، ولكن لا ياخذ منها معها اي شيء، ما ياخذ معها حلويات ولا اي شيء. نعم. لماذا؟ لانه غادي يزعج المعده ديالو، المعده خاصها واحد الراحه اللي كنتكلموا عليه حنا في علم التغذيه، تباعد الوجبات. نعم. كل ما كانت الوجبات متباعده كل ما كانت المعده كترتاح. نعم. من الاحسن في الليل ما ياخذوش الناس الاكل في الليل، يعني نكملوا هذا يعني الدليل ديال الوجبات. الوجبه ديال الصباح جيده، الناس اللي قادرين ياكلوا مزيان الصباح يفطروا مزيان كما قلت، حتى البروتينات يتكلوا في الصباح. في الناس اللي عندهم توقيت مستمر واللي خدامين واللي مرهقين واللي مشغولين ومنشغلين وما الى ذلك، من الاحسن يشربوا الماء وياخذوا بعض الفواكه بحال التمر بحال التين بحال الزبيب بحال التفاح، يعني برتقال، اي شيء. المهم الفواكه لان ما كتطلبش هضم كثير وكبير. نعم. يعني ما كترهقش المعده. ثم في المساء من الاحسن يكونوا الشربات ولا يكون اكل ماشي ولكن يكون قبل صلاه العشاء، يكون قبل صلاه العشاء، اقولها مرتين، يكون قبل صلاه العشاء. أفضل. لماذا؟ لان في الليل الجسم لا يعمل، الجسم ساكن، الانزيمات والهرمونات
الجينات ساكنين، هرمون النمو لا يعمل ليلا. فالناس اللي كيتعشاو مع منتصف الليل هذا خطر على الجسم، خطر. وكنلاحظوا على ان كل البروتينات والكالوريات اللي كياخذهم الشخص بعد صلاه العشاء كيتخزنوا في الجسم، كيتخزنوا في الحزام، كيتخزنوا في الجسم هذا. فمن الاحسن الاكل ليلا لا، ولكن يسمح بالماء ويسمح بالفواكه، مش مشكل، هذه ما كتأرق الجسم. ولكن إذا كان متقدمة في السن فهي لا تحتاج مغذيات كثيرة جدا، وبالعكس هي هذه الفواكه والخضر مع الصباح جيدة، جيدة فيها سكريات وفيها أملاح معدنية وفيتامينات، ومع تأخذها مع الماء جيد، يعني هنا الجسم غادي يترمم مزيان. الخوف من هاد الوالدة ديالها تكون تأكل ليل، تكون تعودت على الأكل في الليل، هذا فيه مهلكة، هذا ليس بسهل. بالنسبة لهذا البيض، البيض مسلوق على الخصوص، البيض البلدي مسلوق جيد في الفطور، يعني الأطفال الصغار واللي بغى الأطفال يكونوا جيدين، البيض البلدي مسلوق جيد، لأن الطفل الصباح كياخذ واحد الكمية ديال الكالوريات وكمية ديال يقاتلك في الليل واش كيطير النعاس. جميع الأشياء اللي فيها بروتينات كتفيق في الليل. إذا البيض نعم، لأن الجسم خاصه سكون، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم عن النوم، يتكلم عن السكون. هذا وهذا جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، فهذا السكون معنى السكون، أن الجسم كله يتوقف. أن شوف ملي كنكونوا نايمين أن المكان البصر كيمشي، السمع كيتبطل، الدورة الدموية تهدأ، التنفس كيهدأ، الأنزيمات تتوقف، الهرمونات تتوقف، كل شيء يتوقف في الجسم. كيبقى ما عبر عنه العلماء بالميتابوليزم بازال، ذاك الاستقلاب اللي لابد منه، اللي هو العمال ديال الأعضاء، العمل ديال القلب، العمل ديال الكلية، العمل ديال الأعضاء، والعمل ديال المخ وما إلى ذلك. وهذا الميتابوليزم بازال هو ما كيحتاج شي حاجة، يعني شيء بسيط جدا من الكالوريات. من الأحسن مش البيض فقط، البيض واللحوم والأشياء هكذا في الليل. هي علاش؟ لأن ملي الهضم يزعج، والهضم كيستغرق من 3 ساعات إلى 5 ساعات على حسب الشخص والسن ديالو والقوة ديال الهضم ديالو، 3 إلى 5 ساعات. الأشخاص اللي غادي يتعشاو مع 11 ليل ولا 12 وغادي طبعا ما غادي يكون عندهم بعد النوم ديال غادي يكونوا أحلام مزعجة، غادي يكون عندهم أحلام مزعجة. علاش؟ لأن غادي رغم الجسم ديالهم يخدم، المعدة اللي خاصها تسكن غادا تعمل، والأمعاء اللي خاصهم سكون غادي يعملوا، الامتصاص اللي خاصه سكون لأن الدورة الدموية واقفة ما غاداش تاخذ دوك المغذيات كما ينبغي، الضخ ديال الدم كيكون يعني هادئ في الليل. هذه الأشياء هذه غادي يكون يعني ضيع النقود ديالو في هذا الاكل، هذا غادي يكون ضيع حتى المجتمع ديالو، لانه هذه الاشياء غادي يكون زائده على التغذيه، وغادي يكون ضيع الجسم ديالو، غادي يكون ضيع ماشي غير جرب، ربما يوصل حتى لتخريب الجسم في هذه الاشياء هذه. علاش؟ لان غادي يكون واحد التلخبط عنده في الهرمونات وفي الانزيمات. هنا كاين مشكل، لان كنا بدينا كنلاحظوا حنا ان الاشخاص اللي في الباديه، نشوفوا الباديه علاش باش نقيسوا عليها قياس صحيح علمي. الباديه ما كانش عندهم طبعا الضوء، كانش عندهم الكهرباء، كان عندهم ضوء بسيط ديال الشمعة ولا الفتيلة ولا حاجة هكا كيضويو. علاش؟ كانوا كينعسوا، كانوا ينامون مبكر، ما كان لا تلفزيون، ما عندهم ملهيات، كانوا ينامون مبكر، كيتعشاو بكري وكينامون مبكر. فكان عندهم، كانوا كيستافدوا من اي حاجة كلوها، خبز اي حاجة كيتعشاو بكري، صحتهم جيدة، ما كانش توتر عصبي، ما كانش انيميا، ما كانش شتات. الان في المدينة عكس، المدينة مع السهر كيسهروا الناس وكيعطلوا الأكل في الليل، عندهم غازات في الأمعاء وعندهم غاستريت، عندهم أشياء كله عاليين، عندهم كل شيء. يعني علاش؟ لأن هذيك الأشياء اللي ما محتاجاش الجسم كتاخذها، طبعا اللي كيكون كوليسترول ودسم كتاخذه في الليل، الأنزيمات ما خدامينش، الهرمونات ما خدامينش، ما شاء الله. فهنا الضربة قاضية للجسم. فكنشوفوا غير هاد الأمثلة باش نفهموا الناس، لأن عندنا نتائج مخبرية، ما غاديش عليين البرنامج ماشي لهذا الناس باش بسطوا لهم باللغه باش يفهموا فعلا. الان دابا الان ولاو الناس بالباديه كيجيو للمدينه العيادات ويشوفوا الاطباء في المدينه، والنزوح الان ديال الكثير من سكان الباديه للمدن من اجل يعني هذا الاستشفاء. لماذا؟ لان ولاو الان ولاو تاهما كيسهروا، تاثروا يعني لو كيسهروا، لو كيعطلوا الاكل وكيخدموا في النهار، ولا تعدم خدمه في النهار، خدمه كثيره في الليل، كيعطلوا الاكل الجسم ديالهم بالنهار، ربما كيوش حتى الليل كتقلب عندهم هذاك التوقيت ديال الاكل كيتقلب، ولا عندهم مشاكل الان في الباديه، ولا عندهم مشاكل خصوص المعده فعلا. يعني المعده والغازات ولات في المعده بنفس الشكل اللي كاينه به في المدينه. هاد المعده كنعطيوها اولا طبيعه الطبخ،
لو كانوا فواكه نعم ممكن ياكل الانسان في الليل فواكه، حتى 12 ليل ياكل تفاح ما كاينش مشكل. لا لماذا؟ لانه ما غاديش يحتاج بيبسين، ما كيحتاجش بيبسين، ما كيحتاجش الكربين في الامعاء يعني. نعم هذا يمر في الامتصاص مباشره في املاح معدنيه، في الياف خشبيه، وفي فيتامينات جيد، سكريات بسيطه يعني امتصاص ديالها بسيط. اما الاكل الثقيل الدسم في الليل فهذا خطر على الجسم. هذا يعني من الاحسن هذا التوقيت يخلي الشخص واحد 7 سوايع حتى 8 سوايع راحه للمعده ما بين العشاء والفطور، باش المعدة تخوى وباش الدم يخفاف، يعني ما يكونوش فيه مغذيات. سؤال في محله، وهذا السؤال سيجرنا إلى هذا المشكل ديال الانعكاس ديال تغيير توقيت الوجبات. كما قلت الشخص ما فيش الجوع، لأن الأكل يعني فوق المائدة كياكل هذا خطأ. ثم ماشي غير كياكل، ممكن الانسان ادبيا يحط يده ولا ياخذ حاجه بسيطه ولا شيء، ولكن يا وبعض المرات تكون وجبه السيد عاد تغدى وكي يجي غدا ثاني وكيعمر هنا غادي يهلك الشخص الجسم ديالو. ولكن هذا الانعكاس منهم هذا السيد هذه جزاه الله خيرا بن سعيد، انها تكلمت على عوامل هي شرحتها بدون ان تشعر. فعلا الطفل ديالها ما كياكلش الصباح، ملي كيمشي حتى المدرسه وملي كيجي كيبغي ياكل كياكل. ثم ان هذا الطفل عنده غير جوج العوامل صافي يبدا ياكل. نعم. اولا ما تخلاش عليه، غير ما يخلعهاش، ما تبقاش تحزرو وداخل عليه عفاك لما يشري لي شيء. لا، اولا خص هذا الطفل ينام مبكرا، لانه الى سهر حتى ال 11 الليل طبعا الطفل غادي قد ما سهر قد ما ياكل، مع الصباح غادي يفيق عنده ديك ماشي الرغبه في الاكل، ماشي الجوع، ماشي غادي يجوع، هو الرغبه في الاكل ودي يدير. فمن الاحسن هذا الطفل ينام مبكر، ثم تقطع عليه الاشياء هذه الحلويات وهذه المشاكل التي تزعج الطفل بهذا الجوع والعطش. الطفل كيبدا يحس بالجوع والعطش طول النهار، اذا اخذ اشياء طبيعيه يكفيه طرف الخبز وشويه فواكه جافه ولا يعني تفاحه ولا بيضه مسلوقه ولا شيء، يكفي الطفل للنهار، ما تخافش عليه يعني ما كيطلبش يعني كيلوات ديال الكالوريات، لا يتطلب اشياء كثيره. انا اظن ان هذا الطفل هذا اكيد ان جل الاطفال يعني كاين الناس باغيين يسالوا هذا السؤال هذا يعني يعني مثلاتهم هذه السيده هذه مثل جميع الاشخاص اللي عندهم اطفال ولا الاطفال اللي عندهم هذا المشكل، وان الاطفال ينامون مبكر في الصباح الى الحق يفطر، الى ما لحقش يفطر تعطيه حاجه طبيعيه يديها معاه، يدي معاه تفاحه ولا يدي معاه تمر ولا يدي معاه اشياء تنفعه في المدرسه باش الى ضر الجوع ياكلها. الى هذا الطفل ما فطرش الصباح وبداو يحذروا الامهات في الطفل يدي معاه حلوى ولا يدي معاه اشياء هذا لانه ما فطرش خاصه تعطيه باش يدي معاه ياكلها، ملي غادي يجي مع 12 لا كان يجي للدار ما ياكلش. لا كاين عندهم توقيت مستمر.